أيها الأكارم، ذكرنا أن للتشبيه صورا متعددة، فكما نشبه شيئا بشيء، أيضا نشبه أشياء بأشياء، وكذلك نشبه صورة بصورة. فالتشبيه التمثيلي هو تشبيه صورة بصورة، صورة متكاملة، مشهد متكامل بمشهد مقابل له أيضا متكامل، لا تشبيه أفراد أو إفراد، وإنما هو صورة كاملة في الطرف الأول، في الجانب الأول، وهي صورة المشبه، تقابلها صورة المشبه به. نعم، الأمثلة والشواهد تبين ذلك. واسمه تمثيلي، يفهم معناه من اسمه، أي يمثله تشبيه أو تشبيه متعدد الجوانب والتراكيب والصور. ولقد مر معنا كثير من التشبيه التمثيلي فيما ذكرنا من الشواهد، ولكن لم أكن ألفت الانتباه إليه كي لا تتشتت الأذهان. نعم، لأننا كنا نركز في كلامنا على جانب ذكر وعدم ذكر أركان التشبيه، وخاصة وجه الشبه والأداة. نعم، يقول الله تبارك وتعالى في الشاهد الذي ذكر في المقطع السابق: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هو لا يشبه اليهود بالحمار، ليس تشبيه شيء بشيء، وإنما الصورة الكاملة المتكاملة من أن الله عز وجل آتاهم التوراة والكتب ولم يعملوا بمقتضاها ولم ينتفعوا بها، مثلهم كمثل الحمار عندما يحمل الكتب والأسفار وهو لا ينتفع بها في الحقيقة. إذن صورة بصورة، هذا هو التشبيه التمثيلي. يقول الله تبارك وتعالى: وما أكثر التشبيه التمثيلي في كتاب الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الله تبارك وتعالى يشبه لنا صورة الحياة الدنيا وسرعة انقضائها وذهاب متاعها ونفعها، نعم، بعد التمسك بها من قبل الإنسان، بالصورة المقابلة، بصورة الأرض والنبات الذي كسى الأرض جمالا ونفعا وخضرة، بعد ذلك جف وأصبح حطاما لا نفع فيه. إذن هو تشبيه صورة بصورة، كما قلنا الله عز وجل عندما ذكر هذه الآية وهذا المشهد وهذا التصوير لم يراد به تصوير الحياة بالنبات فقط، تشبيه شيء بشيء، وإنما هذه الصورة الحياة كما قلنا بسرعة انقضائها وذهاب متاعها ونحو ذلك، بصورة الأرض أو النبات الذي ملأ الأرض خضرة وجمالا ثم بعد ذلك جف ولم يعد ينتفع به أحد. نعم، ابن الرومي مر على خباز، وكما قلنا سابقا الشاعر يستنبط ويستوحي ويستخرج الفكرة من كل شيء يراه، هذا هو الشاعر الحقيقي. فنظر إليه وقال: ما أنسى، لا أنسى خبازا. هو يتكلم عن مشهد رآه سابقا. نعم، ما أنسى لا أنسى خبازا مررت به يدحو الرقاقة وسط اللمح بالبصر. يدحو أي يبسط الرقاقة، رقاقة الخبز. ما أنسى، لا أنسى خبازا
مررت به يدحر الرقاقة وسط اللمح بالبصر، ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراءك القمر، إلا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء ترمي فيه بالحجر. من أجمل وأروع ما قاله ابن الرومي أيضا. شبه رقاقة الخبز التي تكون أولا كالكرة في يد الخباز، ثم يمددها ويجعلها رقاقة، تكون عجينا ثم تكون رقاقة صغيرة، ثم بعد ذلك يبدأ يقلبها بكفه حتى تكبر وتكبر وتكبر. يشبه هذه الصورة بصورة من رمى حجرا في الماء. نعلم وندرك جيدا، وربما كثير منا قام بهذه الحركة، نرمي الحجرة بالماء فتحدث دائرة صغيرة ثم تكبر. هذه طبعا هي تحدث دوائر عدة، تبدأ بدائرة صغيرة ثم تكبر وتكبر وتكبر. فصورة بصورة، صورة الرقاقة التي تكون صغيرة ثم تتمدد بصورة الحجر الذي يحدث دوائر، تبدأ بالدوائر الصغيرة ثم تكبر بعد ذلك. نعم، هذا هو التشبيه التمثيلي، هو تشبيه منتزع من صورة أو من صور متعددة. نعم، يعني وجه الشبه أعني منتزع من صورة أو من صور متعددة بين المشبه والمشبه به. الضمني، هناك ما يسمى تشبيها ضمنيا. هذا التشبيه يعني يظهر من تسميته أنه فيه شيء من الخفاء، يكون في ضمن الكلام، وحقيقة لا يدركه يعني السامع أو القارئ إلا بشيء من الدقة والتركيز. نعم، وغالبا ما يأتي هذا التشبيه على صورة حكم وأمثلة ونحو ذلك. يقول المتنبي: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إلام. لو سألتك أين التشبيه ربما لا يظهر لك في بداية الأمر. من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إلام. كما أن الميت لا يشعر بالجرح، فكذلك من تهون نفسه عليه فإنه لا يشعر بالذل إذا تعرض له. هذا هو المعنى، يشبه الإنسان الذي هانت نفسه عليه ورضي لها الذل بأنه لا يشعر بالهوان إذا أصابه، أي بالذل. فمثله كمثل الميت الذي لا يشعر بالجرح لأنه لا يدرك شيئا بعد أن تخرج الروح من الجسد، فإن الجسد يصبح شيئا جامدا لا حراك به. نعم، هو لا يدرك شيئا ولا يشعر بشيء. يقول أبو تمام: لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. أيضا هنا تشبيه لابد من استنباطه بشيء من التركيز. كما أن المكان المرتفع لا يثبت فيه الماء هو حرب، السيل الماء هو حرب، هو مناقض ولا يثبت أبدا بالمكان العالي، إنما يستقر في الوديان وفي الأماكن المنخفضة. فكذلك الكريم يعني نفسه لا يستقر له الحال على الغنى، دائما يبقى في حالة فقر، لأنه كريم معطاء، لأنه لا يترك شيئا لنفسه، فلذلك هو يبقى فقيرا. نعم، ويشبه نفسه بالمكان العالي الذي لا يثبت فيه الماء، أيضا هو لا تثبت في يده الأموال. نعم، إذا تشبيه صورة بصورة، هذا هو التشبيه الضمني. طبعا التشبيه الضمني لا تذكر فيه أداة ولا يذكر فيه وجه شبه، وإنما كما قلت يحتاج إلى
شيء من الفطنة كي يستنتج ويستخرج ويعرف. ابن المعتز يقول في أبياته الشهيرة: اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله. هذا هو المشبه، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، كما أن النار إذا لم تمد بالحطب فإنها تبقى تأكل بعضها حتى تنطفئ. كذلك الحسود إذا لم تعره اهتمامك ولم تكترث به فإن نفسه أيضا تأكل بعضها ويكاد يتميز من الغيظ، نعم، حتى ينتهي، نعم، وينطفئ كما تنطفئ النار. يقول أبو الطيب: فإن تفق الأنام يمدح، يقول مادحا: فإن تفق الأنام وأنت منهم، فإن تفق الأنام أي تترفع عنهم وترتفع عنهم، فإن تفق الأنام وأنت منهم مع أنك منهم من البشر، فإن المسك بعض دم الغزال. المسك في أصله من دم الغزال، ولكنه لا يذكر من فئة الدم، ولكن هو من فئة الطيب. المسك الشيء غالي الثمن، نعم، الذي يشرى بالنفيس من المال، نعم. فكما أن المسك مع أن أصله دم لا يعتبر ولا يعده أحد من الدم، وأنت أيضا مع أن أصلك بشر فإنك قد فقت البشر، وأيضا هذه مغالاة في المديح، نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيها الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أيضا هنا تشبيه ضمني بجامع الهلاك في كلا الطرفين، فكما أن الذئب لا يأكل ولا يجرؤ أن يقترب من القطيع، وإنما يأكل من الأشياه والغنم التي تبتعد عنهم، نعم. وكذلك طبعا هذا الحديث فيه حث وترغيب وحض على صلاة الجماعة. كذلك من يبتعد عن الجماعة ويبقى منفردا في صلاته فإنه يهلك، بمعنى أن يعني ينقص إيمانه، هلاك الإيمان، نعم، أو هلاك جزئي هنا، والله أعلم، نعم. فإنه أيضا يكون مصيره مصير تلك الشاة التي ابتعدت عن القطيع. إذن فالمآل والمصير واحد بينه وبين الشاة. يقول المتنبي: وأصبح شعري، أنا أكثر من الشواهد لأن الطريقة الأمثل والمثلى التي تفهم بها القواعد وتفهم بها العلوم هي الشواهد، وهذا بنظري. وأصبح شعري منهما في مكانه وفي عنق الحسناء يستحسن العقد. التشبيه هنا ضمني، كما أن العقد إذا وضع في عنق الحسناء فإنه يصبح متلألئا وجميلا ومشعا، فكذلك شعري إذا مدحت به من يستحق المدح أيضا يكون أو يزيده هذا المدح جمالا، نعم، وروعة. وأصبح شعري منهما في من الممدوحين، هو يمدح اثنين في مكانه، كما أن العقد يجمل ويستحسن إذا وضع في عنق الحسناء. يقول أبو فراس، وهذا آخر بيت نذكره وآخر شاهد، يقول: سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، كما يفتقد البدر في الليلة الظلماء فكذلك سيفتقدني قومي عندما يجد جدهم ولا يجدونني. هذا هو التشبيه الضمني. نكون بذلك أيها السادة أيها الأكارم نكون قد انتهينا من التشبيه، نعم، بأكثر صوره التي
يعني يذكر بها. لم نتوسع كثيرا، نعم، ولكننا توسعنا في ذكر الأمثلة، وذلك زيادة في الإيضاح والبيان. إلى المحاضرة أو إلى وقت المحاضرة القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع.